الميلاد وهي المسابقة التاريخية للعلاقات السينمائية هي اللي ساهمت في بروز عديد المخرجين والمخرجات العرب والأفلام. 17 فيلم باش يكونوا في النوعات من بينهم زوز أفلام في عروض عالمية أولى، 8 أفلام في عروض أفريقية أولى، و10 أفلام تعرض أول مرة في المنطقة العربية. في البرمجة ثم توازن ما بين الأفلام العربية والأفلام الأفريقية من جهة، ثم زاد توازن من كبار المخرجين في أفريقيا المنطقة العربية والجيل الجديد للسينمائيين في المنطقة هذه. في الحقيقة هو كان توجه من لجنة اختيار الأفلام ومن إدارة المنطقة السينمائية اللي حابين التميز يكون بين المخرجين أصحاب مسيرات سينمائية كبرى باش يكونوا حاضرين في المسابقة الرسمية مش بأسمائهم فقط، ما باش يكونوا حاضرين خصوصا آخر أفلامهم وهي أفلام مهمة على أكثر من نجم نذكروا سليمان سيسي باش يكون حاضر فيلم بوكا في العرض الأفريقي العربي الأول، مرزاق علواش باش يكون حاضر ثامن من فيلم الثامن عشر في مسيرته اللي هو مدام كوراج، نبيل عيوش باش يكون حاضر فيلم زين اللي فيك في العرض العربي والأفريقي الأول، وكذلك نجم نذكروا المخرج المصري داود عبد السيد. من جهة أخرى باش يكونوا حاضرين زادة المخرجين والمخرجات الشبان اللي قاعدين ينحوا في مسيرة مختلفة عن الآخرين وبروهاء جديدة، نجم نذكروا على سبيل الذكر فيسع باش يكونوا حاضرين من فلسطين طرزان عبد الناصر، رنا سالم من لبنان، ليلى بوزيد وفارس نعناع من تونس، كيفور ورزا من رواندا، نجم غادا نذكروا سيب لامير من أفريقيا الجنوبية، هما كلهم يمثلوا الجيل الجديد السينمائيين الشبان في المنطقة. السينما التونسية باش تكون حاضرة في المسابقة هذه بثلاثة أفلام نعاود نذكر بها على حالة عين ليلى بوزيد، شبابك الجنة لفارس نعناع، وتفتح شوط قصاد الداشة هي مختار مرشد. القسم الثاني هي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. الحقيقة منذ إحداث 2008 من طرف إدارة المهرجان وقتها كان هدفه مواكبة التطورات الحاصلة على الساعة السينمائية العالمية ومواكبة زاد الاهتمام المزيد داخل الأفلام الوثائقية من طرف الجمهور ومن طرف المهرجانات. 15 فيلم باش يكونوا في المسابقة هذه، منهم عرض عالمي أول، 6 عروض تعرض لأول مرة بالمنطقة الإفريقية بإفريقيا سامحوني، و5 عروض لأول مرة بالمنطقة العربية. باش يكونوا حاضرين مخرجين أصحاب مسيرات مهمة في الوثائق كيما ملك بن إسماعيل وعباس فاضل، ومعاهم معناها توجهات جديدة في العالم الوثائقي ينجموا يمثلوها مخرجين كيما حسن فرحاني ولا أكرم زعتري ومنير شوفيل. تونس باش تكون حاضرة في المسابقة هذه بفيلم أحرق يا الحرب لمكي برشيش، وهو الحقيقة تجربة متفردة وفريدة من نوعها تشوفوها في خلال عرضها في مسابقة الفيلم الوثائقي. المسابقة الثالثة هي مسابقة العمل الأول، كما قبل ذكر مدير المهرجان سيد إبراهيم الطيف، هي مسابقة السينمائية كانت عبارة عن محضنة للمواهب، وكانت وراء انطلاق مسيرات عديدة من المخرجين في حتى العروض العالمية. هذاك علاش وفاء للتقليد هذايا ووفاء لروح المهرجان، أما زاد مع وفاء صيغة معاصرة ووفاء روح جديدة لي، بدأت الهيئة المديرة إحداث قسم كامل مخصص للأفلام الأولى بعد ما كان الأمر يتصرف في الماضي على جائزة العمل الأول. 20 فيلم باش يكونوا برمجيين، 6 أفلام في المسابقة هذه، و14 فيلم باش يكونوا موجودين بطبيعتهم في الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية، لأن حل قوس صغير باش ما يصيرش التباس، يعني كي يكون فيلم في مسابقة الأفلام الروائية ولا في الأفلام الوثائقية، يكون بطبيعته عمل أول، أوتوماتيكيًا يكون مدرج في قسم العمل الأول اللي فيه بطبيعته 6 أفلام أخرى. تونس باش تكون حاضرة في القسم هذا 3 أفلام، هو عزيز روح وسامي الشامخي بالإضافة إلى شبابك الجنة اللي فارس نعناع وعلى حالة عيد ليلى بوزيد موجودين بطبيعتهم في قسم الأفلام الروائية الطويلة. القسم الرابع هو مسابقة الأفلام القصيرة. مسابقة الأفلام القصيرة على عكس ما يعتقد البعض ديما تحظى باهتمام الجمهور، علاش؟ تعطينا لمحة على المشهد السينمائي العربي والأفريقي في 5 سنين الجايين. 13 فيلم باش يكونوا موجودين من بينهم 3 أفلام قصيرة تونسية. المسابقة الأخيرة قسم سبحان الأخير في المسابقة هو قسم يحدث لأول مرة وهو مسابقة قرطاج السينما الواردة، هو مخصص لأفلام المدارس على عكس بقية الأقسام، ومفتوح للأفلام العالمية كلها مش مقتصر فقط على الأفلام العربية والأفريقية. الهدف هو حابين نشجعوا السينمائيين الشباب في المنطقة باش يحتكوا بتجارب أخرى ومساعدتهم كذلك على التموقع داخل المشهد السينمائي العالمي. 12 فيلم باش يكونوا في القسم هذا من بينهم فيلم تونسي. بسرعة باش نعطي فكرة على الأقسام الموازية، من أهم الأقسام الموازية عندنا قسم السينما العالم اللي هو في
في بانوراما لأهم الأفلام العالمية في سنة 2015، قسم السينما الأرجنتينية، قسم السينما الإيطالية، وكذلك اليانجيت في ضيافة التانية. اليانجيت هو الجائزة الكبرى لمهرجان فيسباكور. سناحة بنا نكرر مهرجان فيسباكور اللي هو يسمى الشقيق الأصغر لأي قطاع السينمائي اللي هو تخلق من هنا، باش يكونوا 21 فيلم يتحصلوا على الجائزة الكبرى في مهرجان فيسباكور، باش يكونوا حاضرين في التكريم في الأفلام باش تتعدى، والمخرجين باش يكونوا حاضرين. مازلت نحكي على التكريمات، عن الأقسام التكريمات، عن تكريم مانويل دي أوليفيرا، تكريم آسيا جبار، تكريم حبيب المصروف المدير التصوير التونسي اللي تعرفوه الكل واللي توفى في أمور صغيرة ما خلى أثر كبير، وكذلك قسم نساء السينما. توا يلزم الكلام ويلزم الأرقام، توا نخليكم مع الصور ونتفرجوا على اللمضات الخاصة بالمسابقة بأقسام المسابقات.